كما عودتكم مشاهدينا الكرام، كل مرة نجيب لكم وصفات مختلفة. الوصفات تكون للصغار وتعجب حتى الكبار. اليوم الوصفة راح تكون دي باركيت بلا كونفيتور، وواحد اخرين يكونوا بالشوكولا. كما راكم تشوفوا في صحن التقديم، الشكل تاعها يبان كوم دي بتي سابلي، لكن هي الشكل تاعها، الطعم تاعها والذوق تاعها يكون اسفنجي كما لا جينواز. هنا راني زينتها بالمربى تاع الفراوله والمشمش، لكن طريقه التحضير تاع اليوم راح نشوفوها بالشوكولاته الدايبه. نبداو في طريقه التحضير. انا هنا راح نجيب ان بول، راح نبدا. انا هنا جبت زوج باش تشوفوا الخدمه، راح نسهلها ونبسطها ليا. هنا راح نسيباري، نبداو بهذا نفصل صفار البيض وبياض البيض. راكم فهمتوا كي نفصلوا صفار البيض وبياض البيض، معناتها راح نطلعوا البياض اونيج على شكل ثلج، والصفار راح نخلطوه اكيد مع السكر في الاول. هنا عندنا 2 صفار البيض، راح نزيد عليهم 50 غرام من السكر ونخلطهم. انا فضلت نستعمل الخلاط الكهربائي اليدوي اليوم، وراح نخلطهم حتى يولي لون تاعهم ابيض ابيض او اصفر فاتح. هنا في هذا الخلط رانا ندخلوا فقاعات الهواء في العجينه تاعنا، باش هو اللي راح يخليها تولي اسفنجيه وتذوب في الفم. لما توصلوا لهذه المرحله اعزائنا المشاهدين، نزيدوا الفارين الطحين، نخلطوها مع هذا الخليط ونديروا 50 غرام، نفس وزن السكر اللي حطيناه في الاول، ونزيد نخلطهم مع بعض. ولا هنا كنت تشوفون نبدا غير من الوسط ونروح في الحواف، وهنا نزيد عندي شويه من الفانيلا، نكهه الفانيلا. اذا فضلتوا تحطوا نكهه ثانيه لكم الاختيار. هنا الخليط تاعي راه واجد. هنا هذه العمليه نحيها بصباعي، لاني من بعد راح ننظف الفوي تاعي باش نعاود نطلع به بياض البيض. فوالا هنا راني نظفت الفوي ومسحتهم، نشفتهم مليح، لانه اذا طلعنا بهم بياض البيض وكان فيها نقطة من الصفار مش راح يطلعوا. دروك نديرو البيض البيض، راح نطلعوه مع بعض. انا في هاد الحصص راني نجرب كل مرة نقدم لكم وصفات اللي تكون تتباع مرات في الاسواق، وخاصة يتشهوها الاولاد الصغار. نحب باش نتجنب الاولاد ياكلوا المواد الاصطناعية، فمن الأحسن أنه الأم أو ربة البيت تخدم هذه الحلويات اللي فيها المواد الكيميائية بزاف، تخدمها في الدار. إحنا نعرفين شا فيها، كي نشوفوا هذه الباركات بهذه الكمية الصغيرة كما قلنا مشاهدينا اللي راهم يلتحقوا معنا، قلنا فيهم جوج حبات تاع البيض، فصلناهم على زوج. هنا رانا نطلعوا في بياض البيض، وفي الإناء الثاني خلطنا صفار البيض، 2 صفار البيض مع 50 غرام من السكر، وزدنا خلطنا معهم شويه بودرة الفانيليا و 50 غرام من الفارين. راكم تشوفوا حتى الكميات قليله وتجيب لنا تبارك الله كميه كبيره في النتيجه. صنع البيت ما كاش احسن منه، الام راهي عارفه باللي خدمتها نظيفه وما فيهاش مواد زياده مثل لو كونسيرفاتور المستحفظ هذا اللي يزيدوه، وهذا مليح للصحه خاصه الاولاد اللي عندهم جسمهم حساس
ما يتقبلوش شكل هذه المواد اللي رانا ناكلوها يوميا. فوالا انا راح نزيد في السرعه باش نطلع البياض. هنا كيما راكم تشوفوا درت هذا لو بيك دوازو، ما لازمش تكون جامده بزاف بزاف لانها من بعد راح تتكسر. هنا راهي عاده شويه راهي طريه. نحي هذه منها. هنا راح نجيب اون ماغيز، راح نبداو نخلطوا بياض البيض مع الصفا اللي كنا وجدناه. راح نزيد ندير كميه غير صغيره، راكم تشوفوا بلي البياض ماش متماسك بزاف. وهنا معليش نخلطوه بسرعه، يعني مش بسرعه يعني نخلطوه. فوالا حنا عودناكم باللي كما نحطوا بياض البيض يكون طالع هكا اونيج اون في اتونسيون ونطلعوه غير بشويه. هنا لا ماتيغ تاعي الماده تاعي راهي ثقيله، ما نقدرش ندير هذيك العمليه، فلهذا هنا غادي ندير على زوج خطرات. مازال باقي لي بياض البيض، ندير على زوج خطرات حوالي. فوالا نزيد عليها هنا، وهنا تخافيش منها، خلطيها حتى اللي تخفف لك. انا كي راح نخفف العجينه تاعي اللي هنا راح نقدر نزيد عليها بياض البيض ونحافظ على هذاك الهواء. هنا راكم تشوفوا راهي سهله، في الاول كانت ثقيله بزاف. فوالا راح نجيب الجوانب. وهنا نزيدو الباقي، نزيدوه على مرتين ونديرو العملية اللي قلنا عليها. نحافظو على البلون دوف، نديرو في لي باغوا في الحواف تاع الإناء ونجو في الوسط، في الحواف ونجو في الوسط. هنا راهي عندنا كمية صغيرة يعني ماشي صعبة في الاستخدام، لكن إذا كنتو درتو كمية كبيرة راح تشوفو بلي لازم ديرو دائما هاد لو جيست، نفس الحركة تبقاو فيها. ندير في لي بوردور ومن بعد نجي في الوسط، راني غير نهوي في العجينة تاعي. دوك تشوفوا النتيجة راح تجي تهبل، راح تعجب حتى الكبار. وهذه تقدروا تستحفظوا فيها في علب بلاستيكية ارميتيك تغلقوا عليها تستحفظ مدة طويلة. انا ننصحكم ديروا هاد العجينة وطيبوها، وراح تشوفوا لما نخرجوه من الفرن راح نديروا هذوك لي كافيتي، يعني هذيك الحفرة اللي راح تكون فيها باش نعمروها. انا ما جبتش مول سبيسيال، يعني بغيت نبسط عليكم طريقة وما نوفرش عليكم بلي تشرو امول يكون صعيب باش تلقاوه. احنا بغينا غير نقلدو طريقة اللي تتبع في الاسواق، لكن نسهلوها ونبسطوها علينا. فوالا هنا نكمل نديرها على الحواف، وكنت نقول لكم بلي تقدروا تستحفظوا بها كي تخرجوها من الفرن وديروا هذيك الحفرة، تخلوها كيما هكذا وديروها في العلب تاعكم، ومنها اللي تبغوا تاكلوها وتكونسوميوها تخرجوها وتحطوا فيها المربى، شوكولاتة دايبة، شوكولاتة الطالية، يعني لكم الاختيار. وتقدروا حتى هاد العجينة اللي رانا خدمناها اليوم، هاديك الخمسين غرام تاع الفاغين اللي درناها، ديروا 25 غرام من الكاكاو يعني بودرة الشوكولا اللي ماشي مسكرة ماشي محلاية، وديروا 25 غرام من الفاغين، وراح يولي لكم هاد البيسكوي والشوكولا. ماذا تقدروا تزيدوا معاه مربى تاع البرتقال ولا تاع الحامض، يجي بنين. انا هنا راح نجيب المول تاعي وراح نجيب المارغارين باش ندهن المول تاعي. احنا نقولوا بعض المرات انه المول سيليكون ما يلصقش، لكن احنا نتفاداو هاد المشاكل التقنية الصغيرة، فأنا أفضل ندهن باش ما نصعبش الأمور عليا. فوالا وهنا هنا لكم تشوفوني درت الفرشاة تاعي بالسيليكون مباشرة في عادة ما نديرش هكذا، لكن هو راه نظيف وانا مش راح نستخدمه في ماده اللي راح تخلي باللي هذه راح نكونتامينيها ولا راح نوسخها، راح تضل نظيفه. انا غير بهذا البانسو اللي راه عندي راح نسيب باش ما يجينيش بزاف فيه المارغارين. فوالا
راح نديره هنا، يعني راكم تشوفوا راني نعاود نرجع في اللي بديت بيهم في الاول، شغل نحي منهم شويه الماده ونزيد نديرهم. المول تاعي اللي اختاريته اليوم هو على شكل فليكات صغار، فلوكا كوم دي باركيت، وانتوما لكم الاختيار. انا نجيب هنا ملعقه، فوالا راح نجيب ملعقه هي اللي راح تساعدني باش نحطهم في المول. انا هنا راني نديرهم في المول بهذه الملعقه، وراكم تشوفوا راح نروح معاهم حتى للحواف. شفتوا لا تيكستور تاع الحلوه تاعنا تاع لاباط اللي راهي عندنا، راهي كيما الرغوه. انا هنا هذا الحجم تاع لي باركيت تاعي اللي عندي اليوم يطلب لي دو كويغ، معليش عمروهم في الحافه، هي غادي تطلع في الفرن بعدها تعاود تنزل غير شويه. فوالا هذه شكون عمرتها بزاف، راكم تشوفوا هذه الكميه اللي انا استعملتها راح تجيني حوالي 9 حبات الى 10، لان انا نعمرهم مليح باش ندير اون سول فورني، ندخلهم مره واحده في الفرن، واذا بقى لي معليش ندير اون دوزيام. هاد الحلوه لازم كي تدخلوها في الفرن تقعد بالضبط 160 درجه، تقعد 8 دقائق بالضبط، يعني ما خصها لا اكثر ولا اقل. وغادي كي نخرجوهم من الفرن نجيبوا ملعقه من الخشب باش نديروا هذيك الحفره اللي راح نديروا فيها، راح نجيب انا نمسحها هنا، كنت نقول لكم بلي راح نديروا هذيك الحفره اللي راح نحطوا فيها المربى تاعنا او الشوكولا. فوالا انا هنا جو نيتوا، لخاطش هادو اذا خليناهم راح يديروا لنا ينحرقوا، راح يديروا لنا ريحه، وراح نحسبوا بلي راهم ينحرقوا. دروك راح نحطهم في الفرن تاعي اللي راه مسخن. من الفرن هنا راكم تشوفوا خليتها تحمر، قصدا تجي شويه حمراء. ولازم هناك لما تخرج غير تخرج من الفرن تكون عاد سخونه، راكم تشوفوا راهي اسفنجيه. انا اختاريت هذه الملعقه اللي عندي متواجده تكون شويه فيها حوالي 1 سنتيمتر باش انا نجي ندير هذوك الحفره تاعي اللي راح نجي نحط فيها الشوكولا دايب ولا المربى. هنا معليش غير تضغطوا، الا فضلتوا تحطوا كميه قليله تضغطوا غير شويه، ما تضغطوش بزاف وما تكبروهاش. لكن الا حبيتوا باش دي فيها الشوكولا بزاف ولا سائل بزاف ضغطوا مليح باش تجي كبيره. انا هنا راني نضغط مرة واحدة، راكم تشوفوا خليت هنا حوالي سنتيمتر من الحواف تاعها. فوالا، وهنا أنا راح نحطهم على جنب وراح نذوبوا الشوكولا مع بعض. هنا راح نحط شوية شوكولا، كمية ماشي مهمة مش راح نوزنوها. هنا اختاريت شوكولا بالحليب، راح نفتحها ونحطها تذوب في حمام مريم. فوالا انا هنا نحتاج حوالي نص العلبة، ما نحتاج علبة كاملة. حطيت الماء يغلي، دائما حمام مريم كي نذوبو الشوكولا ما لازمش القاع تاع حمام مريم تاع هاد لو بول تاعنا يلمس الماء، لانه لا تكون الحراره عاليه بزاف راح يحرق لنا الماء تاعنا. انا هاد الكميه تكفيني وراح نبدا نحرك، نعلي شويه على النار. راكم تشوفوا هنا الكميه اللي استعملتها صغيره، مش راح نزيد عليها لا زيت ولا حليب ولا كريمه، راح نخليها كيما راهي. علاش؟ لانه كي راح نذوبوا هاد الشوكولا هكا بروت
راح نحطوه دائب في لي باركيت، راح يجمدوا حتى الاولاد الصغار لما راح ياكلوه مش راح يوسخوا روحهم، مش راح يدوب لهم ويولي يطيح لهم. دائما الام تحوس تبسط على روحها وتسهل الخدمه. كم تشوفوا هنا اختاريت انا الشوكولا اولي، شوكولاته بالحليب، لان الاولاد الصغار ما يحبوش الشوكولا السوداء، لكن اذا كان الكبار حطوا شوكولا سوداء او بيضاء تاني تجي. شوكولا تاعي دابت، راح نحط لها ان دوسو دو بلا. ونعاود نجيب الصينية تاعي اللي راهي سخونة، وهنا راح نستعمل ملعقة صغيرة. راكم تشوفوا الشوكولا تاعي راهي دايبة، وراح نشوفوا طريقة التزيين. هنا راح نعمرها في الوسط. في هذه المرحلة كي تكون الشوكولا سخونة تقدروا تخلوا الولاد يجوا يساعدوكم، لكن انتبهوا باش ما يحرقوش روحهم.